مستفيداتنا العزيزات، مستفيدين الأعزاء، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من درس مواطنتي صادقة، متشبث بثوابتي الدينية وهويتي الوطنية. اليوم موعدنا مع المرحلة الثانية من المشروع واللي هي التنفيذ. وقبل ما نبدأ في الحلقة ديالنا، شكون يذكرنا باسم المشروع ونشوفه مع فاطنة؟ تفضلي فاطنة. نعم أستاذة، اسم المشروع هو ملحمة مواطنتي الصادقة. جيد، تبارك الله عليك فاطنة. صحيح، هو اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة، ملحمة مواطنتي الصادقة. والآن شكون يذكرنا بأهداف المشروع ونشوفه مع أمينة؟ تفضلي أمينة. نعم أستاذة، من أهداف المشروع هو ترسخ القيم المواطنة الصادقة والتشبث ثوابت الدينية وتعزيز الهوية الوطنية والتحفيز على الإبداع والابتكار. جيد، تبارك الله عليك أمينة. صحيح، والآن شوفوا شكون اللي عنده شيء إضافة ونشوفوا مع كلثوم. تفضلي كلثوم. من أهداف المشروع زيادة الثقة بالنفس والانخراط في تعلم مدى الحياة. جيد، تبارك الله عليك كلثوم. صحيح، وهذه الأهداف هي اللي غادي تظهر الآن أمامكم على الشاشة. من أهداف المشروع ترسيخ قيم المواطنة الصادقة، التشبث بالثوابت الدينية وتعزيز الهوية الوطنية، التحفيز على الإبداع والابتكار، تعزيز الثقة بالنفس، التأهيل للانخراط في مشروع التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة. تبارك الله عليكم. والآن نبدأ بالثنائي الأول لكي تكون من لطيفة وكلثوم. الآن تفضلوا قدموا لنا العمل ديالكم ونشوفوا مع لطيفة. تفضلي لطيفة قدمي العمل ديالك. نعم أستاذة، اشتغلنا أنا وكلثوم، جبنا مقتطف من خطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، ولكي يتكلم على المواطنة الصادقة وكذلك التوابيت المغربية. جيد، تبارك الله عليك لطيفة. صحيح، وهذا المقتطف هو اللي غادي يظهر الآن أمامنا على الشاشة. جيد، إذا المجموعة الأولى كيف ما كتشوفوا على الشاشة اللي كتكون من لطيفة والكلثوم، البحث ديالهم هو البحث عن خطب ملكية وصور تعبر عن المواطنة الصادقة والتنمية. وكيف ما كتشاهدوا أن لطيفة جابت لنا مقتطف من الخطاب الملكي السامي للأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هو اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. وتفضلي لطيفة قرايه. نعم أستاذة. شعبي العزيز، إن المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا. لقد حققنا معا العديد من المنجزات في مختلف المجالات، ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار والإيمان بوحدة المصير في السراء والضراء. جيد، والتحلي بروح الوطنيات الصادقة والمواطنة المسؤولة. وما أحوجنا اليوم في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات إلى التشبث بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلدا موحدا كامل السيادة وموفور الكرامات. جيد، تبارك الله عليك لطيفة. والآن غادي نعاود نقرأ هذا المقتطف من الخطاب الملكي السامي الأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذن شعبي العزيز، إن المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا. لقد حققنا معا العديد من المنجزات في مختلف المجالات، ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلا في إطار الوحدة والتضامن والاستقرار والإيمان بوحدة المصير في السراء والضراء
والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة. وما أحوجنا اليوم في ظل ما تعرفه بلادنا من تطورات إلى التشبث بقيمنا الدينية والوطنية الراسخة واستحضار التضحيات التي قدمها أجدادنا من أجل أن يظل المغرب بلداً موحداً كامل السيادة وموفور الكرامة، مقتطف من الخطاب الملكي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى عيد العرش سنة 2018. تبارك الله عليك لطيفة. إذا الآن ممكن توضحي لنا المضمون ديال هذا المقتطف من الخطاب الملكي السامي؟ تفضلي لطيفة. نعم السادة، تتبين مسؤوليتنا جميع نحو الوطن، وأن التنمية ما يمكنش تحقق إلا بالمواطنة الصادقة. جيد، بارك الله عليك لطيفة. صحيح، أحسنتي. فعلا المواطن عنده دور كبير في تحقيق التنمية وحماية مكتسباتها. خصنا كلنا نشاركوا ونخارطوا في تنمية بلادنا مع التشبث بالقيم الدينية والوطنية. إذن وشنو جبتوا آخر نشوفوا مع كلثوم؟ تفضلي كلثوم. نعم أستاذة، جبنا صور لملكنا وهو تيتشن مجموعة من المشاريع بحال مشروع الطاقات المتجددة محطة نور، ومشروع ديال الابتكار مدينة الابتكار بأكادير. جيد، تبارك الله عليك كلثوم. صحيح جيد، وكيشهد المغرب تدشين وانطلاق مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى اللي كيترأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكيف ما كتشوفوا الصور على الشاشة. والآن نكملوا مع المجموعة الأولى. إذا نشوفوا مع لطيفة. تفضلي لطيفة، وجبتوا شي حاجة أيضا؟ نعم أستاذة، جبنا صورة أخرى. جيد، وهي اللي غادي تظهر أمامكم على الشاشة. إذا تفضلي لطيفة تكلمي لنا عليهم. هاد الصورة فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كيدشن مشروع الجيل الأخضر ومشروع برج محمد السادس اللي في طور الإنجاز اللي كيتعتبر أطول برج في إفريقيا. جيد، تبارك الله عليك لطيفة. صحيح بالفعل هذه المشاريع اللي كيسهر عليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كلها كتساهم في تطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات والموارد الاقتصادية والاستثمارات ببلادنا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. تبارك الله عليكم. جيد، هذا العمل اللي قدمته جد رائع، تبارك الله عليكم. والآن نمر للمجموعة الثانية اللي كتكون من فاطنة وأمينة. إذن شنو قدموا لنا الإنجازات اللي بحثتوا عليها؟ إذن تفضلي، ممكن تقولوا لنا الطريقة اللي اشتغلتوا بها ونشوفوا مع فاطنة. تفضلي فاطنة. نعم أستاذة، كان مطلوب منا نجيبوا عبارات وجمل فيها الزجل كتعبر على المواطنة الصادقة. جيد، وهي اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة. إذا المجموعة الثانية، إعداد عبارات وجمل زجلية تعبر عن المواطنة الصادقة. إذا تفضلي فاطنة، زيدي تكلمي لنا أكثر على الإنجازات اللي قمتوا بها. نعم أستاذة، أنا وأمينة جبنا عبارات وجمل فيها الزجل كتعبر على المواطنة الصادقة. جيد، تبارك الله عليك فاطنة. وإذا الآن قدموا لنا العمل ديالكم. إذا تفضلي أمينة. نعم أستاذة، وجبنا هذه البطاقات. جيد، وهي اللي غادي تظهر الآن أمامكم على الشاشة، وتفضلي أمينة قرايها. نعم أستاذة، رأيتنا حمراء نجمتها خضراء وفي سمانة ترفرف العالي، الله عليك يا بلادي المغرب بلادنا كيتميز بتنوع الحضارة وتاريخ العريق وتعدد الثقافات وبتاريخ العريق. أنا مغربية كان حب بلادي وكان اعتز بيها، الله يحفظها ويرعاها، كنا هدفنا واحد نحميوها بالغالي والنافس ونفديوها، نتحدوا جميع اليد في اليد باش نخدموا البلاد ونزيدوا بها القدام بكل همة وجد. جيد، تبارك الله عليك أمينة. إذا عبارات معبرة عن روح المواطنة الصادقة تتبين موهبتكم وإبداعكم. إذا تفضلي فاطنة كملي تقديم العمل ديالكم. نعم أستاذة، جبنا بطاقة أخرى كتبنا فيها حتى هي عبارات فيها الزجل تتعبر عن المواطنة الصادقة. جيد، هي اللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة.
إذا تفضلي فاطمة قريها. نعم أستاذة، ألف تحية وتحية لملك التنمية، أمير المؤمنين، صاحب الجلالة، ملكي العزيز عليا، حامي بلادنا وغالي عليا، حامي الوحدة الترابية، رافع شان بلادنا، الله يحفظه لينا. المغرب وطننا والمساهمة في تنميته واجبة علينا، بالعمل والجد والتلاحم حتى حاجة ما تصعب علينا. جيد، تبارك الله عليك فاطمة، قراءة معبرة. واش عندكم شي حاجة أخرى جبتوها؟ نعم أستاذة، جبنا بطاقة وحدة أخرى تاني. تبارك الله عليكم فاطمة. إذا وهاد البطاقة هي اللي غادي تظهر الآن أمامكم على الشاشة. تفضلي فاطمة قري البطاقة. نعم أستاذة، بلادنا زينة والحفاظ عليها لازم علينا، كلنا إصرار وعزيمة باش نوصلوا للقمة. المغرب بلادنا ديما في قلوبنا، هو موطننا وموطن جدودنا. هو وطننا، هو وطننا وموطن جدودنا. جيد. حنا المغاربة الحرار، نهتفو كبار وصغار، عاش ملكنا المغوار، ملكنا محمد السادس، الله يحفظه ويرعاه ويسدد خطاه، وبالتنمية بلادنا يتحقق مسعاك. وبتنمية بلادنا يتحقق مسعاك، يديم علينا عزك ونصرك. جيد، تبارك الله عليكم. وهاد العبارات الزجلية غادي نعرضها في لوحة فنية من خلال الملحمة الوطنية بالإضافة لباقي الفقرات. والآن ننتقلوا لعند المجموعة الثالثة اللي كتكون من فاتحة وخديجة. تفضلي فاتحة، قدمي المطلوب منكم. مطلوب منا التعريف باللباس المغربي التقليدي ومكوناته باعتباره جزء من الهوية المغربية. جيد، تبارك الله عليك فاتحة. وهذا اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة، التعريف باللباس المغربي التقليدي وبمكوناته وعلاقته بالهوية الوطنية. إذن وشنو جبتوا في هذا الخصوص؟ تفضلي خديجة. نعم أستاذة، جبنا صور بطاقات على اللباس التقليدي المغربي. جيد، إذن كيف ما كنلاحظوا على الشاشة، إذن تفضلي قدمي هذه الصورة اللي كتبان على الشاشة. نعم أستاذة، الصور كيعبروا على اللباس الأمازيغي. تبارك الله عليك خديجة. وهذا اللباس كيجسد الثقافة الأمازيغية. والآن غنعرضوا أمامكم هذا اللباس الأمازيغي المغربي المتميز باش تعرفوا عليه أكثر ونشوفوه مع فاطمة. إذن تفضلي خديجة، ممكن تعرفينا أكثر على مكونات اللباس الأمازيغي المغربي؟ نعم أستاذة، هذا اللباس كيتكون من طاق الشبتة وقفطان والصايا والدال والقضيب وإيدوكان، الإضافة لحلي اللي كتزين به المرأة الأمازيغية بحال تنبالت وتونزة وتحلقت اللي تتكون من اللبان الحر. جيد، تبارك الله عليك خديجة. صحيح، ومكونات اللباس الأمازيغي هي اللي غادي تظهر الآن أمامكم على الشاشة. تفضلي فاطمة قريها. نعم أستاذة، يتكون اللباس الأمازيغي من قفطان وتنورة طويلة، غطاء الرأس وغطاء الرأس وشاح بلغة. جيد، ومن الحلي الفضي تاج، خلالة، أساور. جيد، أقراط، عقد فضي باللبان الحر، حزام فضي. جيد، تبارك الله عليك فاطمة. وهذا الموروث الثقافي توارثوه الأبناء على الأجداد، وقع فيه تطور ولكن ما زال محافظ على مميزاته وهويته عفوا. إذن الآن شوفوا شكون اللي عنده شي تدخل، شوفوا مع لطيفة. تفضلي لطيفة. نعم أستاذة، حتى أنا بحثت في اللباس الأمازيغي ديال الرجال وجبت هذه الصورة اللي كتعبر على هذا اللباس. جيد، وهي اللي غادي تظهر الآن أمامكم على الشاشة.
وهذا اللباس تم الحفاظ عليه من لدن الرجل الأمازيغي لأنه يمثل هويته ويرمز لماضيه وحاضره. هو اللي غادي تشوفوه الآن مع خالد. إذن تبارك الله عليكم، تفضلي لطيفة عرفينا أكثر على هذا الزي التقليدي الأمازيغي بالنسبة للرجل. نعم أستاذة، كيتميز اللباس الأمازيغي بالعمامة الأمازيغية والخنجر والبرنوس والسلهام الأمازيغي والشكرة اللي كتعلق في الجنب. جيد تبارك الله عليك لطيفة، صحيح. والآن نرجعوا لعند المجموعة الثالثة، تفضلي فاتحة واش عندكم شي إضافة؟ نعم أستاذة، جبنا صور تتعبر على اللباس المغربي الصحراوي واللي خاص بالنساء اللي هي الملحفة، وخاص بالرجال اللي هي كتسمى الدراعية. جيد تبارك الله عليك فاتحة، وهذا اللباس هو اللي غادي يظهر على الشاشة كيف ما كتشوفوا. وشنو جبتوا كذلك؟ تفضلي فاتحة. نعم أستاذة، جبنا هذه البطاقة هي اللي كانت تعبر على اللباس المغربي الصحراوي خاص بالمرأة والراجل. جيد تبارك الله عليك فاتحة، وهي اللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة. تفضلي فاتحة قرايها. نعم أستاذة، يتميز الرجل والمرأة الصحراويان بلباسهما التقليدي الملحفة والدراعية، وهما رمز من رموز الهوية الوطنية وخصوصية توارثتها الأجيال عبر الزمان. جيد تبارك الله عليك فاتحة، وهذا البطاقة اللي جبتو غادي نعاود نقراها، انتبهوا معايا. يتميز الرجل والمرأة الصحراويان بلباسهما التقليدي الملحفة اللي كتكون خاصة بالنساء، والدراعية اللي كتكون بالنسبة للرجل، وهما رمز من رموز الهوية الوطنية وخصوصية توارثتها الأجيال عبر الزمان. والملحفة والدراعية اللي هي اللي غادي نشاهدوا الآن مع بشرة وعبد الحق اللي غادي يعرضوها علينا مشكورين. إذن كيف ما كتشوفوا الملحفة والدراعية الزي الخاص بالرجل والمرأة الصحراويان. إذن كيف ما كتشاهدوا، ممكن تكلمي لنا على هذا اللباس كثرة فاتحة؟ نعم أستاذة، كيف ما تتشاهدوا عندنا ملحفة هي عبارة عن ثوب واحد طول ديالها حوالي 4 أمتار وعرضها شي متر ونص. تبارك الله عليك. أما الدراعية فهي عبارة عن ثوب فضفض عنده 2 فتحات من الجناب واسعين، وعنده جيب في الصدر، وعنده ذاك الوشاح اللي كيديرو الراجل الصحراوي على راسه وكيتلتم به. جيد تبارك الله عليك فاتحة، لباس رائع. وهذا اللباس الصحراوي المغربي كيجمع بين جمالية الشكل وتناسق الألوان، وكذلك تيناسب البيئة الصحراوية وخصوصيات الرجل والمرأة الصحراويين، وكيعبر على أصالتهم الصحراوية المغربية. إذن الآن وشنو جبتوا كذلك نشوفوا مع فاتحة. تفضلي فاتحة. نعم أستاذة، وجبنا صور تتعبر على اللباس الجبلي. جيد تبارك الله عليك فاتحة، وهذه الصورة هي اللي غادي تظهر على الشاشة. وشنو جبتو كذلك نشوفوا مع فاتحة. تفضلي فاتحة. جبنا بطاقة تتعبر على اللباس الجبلي. جيد تبارك الله عليك فاتحة. إذن والآن لاحظوا معايا هذه البطاقة اللي جبتوها فاتحة، غادي نقراها. اللباس الجبلي خاص بالنساء من أصل أندلسي، وبقي لحد اليوم ثوبا تتزين به نساء مناطق الشمال المغربي وتحرصن على ارتدائه حفاظا على هذا التراث الأصيل. وهذا هو اللي غادي تشاهدوه الآن مع آمنة اللي غادي تعرض لنا الزي الجبلي. إذن تفضلي فتيحة، تكلمي لنا أكثر على مكونات الزي الجبالي. نعم أستاذة، اللباس الجبالي كيتكون من قفطان وسبنية وثوب أحمر ملون بالأبيض أو الأسود، وهذه القبعة الكبيرة كتزين بألوان زاهية وكنتسميوها بشاشية،
والمنديل كنقولوا له التزار. جيد، تبارك الله عليك فاتحة، وتبارك الله عليكم. واش باقي عندكم شي حاجة أخرى ونشوفوا مع خديجة؟ تفضلي خديجة. نعم أستاذة، وجبنا هاد البطاقة اللي كتكلم على لباس النساء من جهة شرقية. جيد، تبارك الله عليك، وهي اللي غادي تظهر على الشاشة. إذا انتبهوا معايا غادي نقراها. تعد البلوزة لباسة تقليدية لدى المرأة بمدن الجهة الشرقية، تتميز بثوبها الزاهي المرصع بأنواع مختلفة من العقيق الملون. فعلا هذا اللباس تتميز به المرأة في الجهة الشرقية، هو اللي غادي تشاهدوا الآن مع أسيا. إذا تفضلي خديجة تكلمي لنا عليه. نعم أستاذة، لباس نساء جهة شرقية هو عبارة عن ثوب تيتخيط بهذا الشكل اللي كتشوفوه، واللي كيميزو هو التزيين ديال الصدر بالأحجار والعقيق ملون. جيد، تبارك الله عليك خديجة. وطبعا كاين أنواع مختلفة من اللباس التقليدي في مختلف جهات المغرب، وكلها تتبين الهوية الوطنية المتنوعة وتمسك المغاربة بحضارتهم وأصلتهم. تبارك الله عليكم جميعا. بعد ما قدمت كل مجموعة العمل ديالها، انتقلوا لتشخيص الملحمة الوطنية اللي هو تحت عنوان مواطنتي الصادقة. تفضلوا جميع. رأيتنا حمراء ونجماتها خضراء، بسمانة ترفف عالي، الله عليك بلادي. أنا مغربية، كنحب بلادي وكنعتز بها، وهدفنا واحد نحميوها وبالغالي والنفيس نفديوها. ألف تحية وتحية الملك التنمية، أمير المؤمنين صاحب الجلالة، الملك العزيز عليا، الحامي بلادنا والغالي عليا. مغرب بلادنا ديما في قلوبنا، هو وطننا موطن جدودنا. المغرب وطننا، والمساهمة في تنميته واجب علينا، وبالعمل والجد حتى حاجة ما تصعب علينا. بلادنا زينة والحفاظ عليها لازم علينا، كلنا إصرار وعزيمة باش نصلوا للقمة. حنا المغاربة الأحرار، نهتفوا كبار وصغار، عاش ملكنا الميوار، ملكنا محمد السادس، الله يحفظك ويعافيك ويسدد خطاك، وبتنمية بلادنا يتحقق مسعاك، ويديم علينا العزب ونصرك. بارك الله عليكم، عرض رائع وجميل. كنشكركم على هذا العمل والمجهود الكبير اللي بذلتوه باش توجدوا هذه الملحمة الوطنية. ان شاء الله في الحلقة المقبلة غادي نقوموا هذا المشروع ديالكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا. وبهكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كندعوكم عزيزاتي المستفيدات، اعزائي المستفيدين، لإعادة مشاهدة الحلقة على قناة السادسة او على الرابطين الالكترونيين لكي يظهروا امامكم على الشاشة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.